فأقام بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من آمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كلمت أحدا عن الإسلام إلا وكانت له كبوة وتردد. أي زول بيدعو للإسلام بتردد. قال: إلا أبو بكر. أول ما عرض عليه الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويا أخواننا دي منزلة، دي تاني ما في الأمة وما بتلحق فيها أبدا. وقيل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم تحفظ له مخالفة للسنة حتى مات، وده الشخص الوحيد لم تحفظ له مخالفة للسنة، لأنه الصديق يسمع الكلام فيصدق، وكان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهما عميقا، حتى يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم في المنبر قال: إن رجلا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر الصديق، فقلنا: ما بال الشيخ؟ يبكي ماله في شنو؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. قال: لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر وسأل أبو بكر الصديق، قال: فكان المخير هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قال الكلام ده فيه مطوال. ولهذا يا أخواننا منزلة الصديق هي منزلة رفيعة ما يقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إطلاقا. حتى لما جاء يعني نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت وكان في حجرة عائشة وما قادر يطلع على الناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت عندها ذكاء، فخافت يعني أن يعني يتشاءم الناس بأبي بكر الصديق لما يظهر لهم في مرض منه، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه عادة عند الجهال من العرب، فخافت من هذه، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني رقيق، وإنت مريض وهو متأثر بمرضك ما يكاد يسمع الناس. فقالت له: فمر عمر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، قال: إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما قبل. مكانة أبي بكر الصديق كانت مكانة أبدا ما ينازعه فيها أحد. حتى لما ولي أبو بكر الصديق الخلافة وبويع في سقيفة بني ساعدة وشهد جمع من الصحابة لكن ما كلهم، فبعد ذلك تكلم بعض الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال لهم عثمان أو أحد الصحابة، قال لهم: أترضون أن تكونوا على إمارة وفي الناس أبو بكر الصديق؟ قال: والله لا نرضى بذلك.
ما ممكن نحن نكون فوق أبو بكر الصديق يعني من الرعية تحتنا. قالوا لا نرضى بذلك. طيب، فهو أول من آمن.